السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالساعة سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي، فلتشهدوا على هذا الصرح العظيم وهذه الحلقة العظيمة الرائعة الجميلة اللي بتخلينا أخسر كل فلوس اللي تحت. شوف كيف قاعد أشتري. شوف طبعا هاي نهاية الخريطة، نحن نقدر نشتري حاليا. أوكي هذا يكفينا قاعدة عامة. هاي الحين بنسوي المدينة الأم، مدينة خليل. كيف أنا ما عندي مدينة؟ صدق 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 صح صدق يعني والله صدق صدق كيف أنا ما عندي مدينة؟ خبروني. أنا قاعد أسوي مدن حق العالم. أشكر اللي كتب لي هذا الكومنت صراحة، شكرا كثيرا وشكرا عظيما، لأنه رجال كفون يحبني وأنتم أيضا تحبونني المتابعينني من حيث أنني كأني مسخت هني. انزل. وين صارت وين صارت وين صارت وين صارت؟ اوكي تقاطع جديد، تقاطع كالعادة. انا حياتي تقاطعت صح؟ افتح لكم شي الحلقة شي اغذكم شي غث. وهو شوفوا دايما انا كالعادة يوم ادخل الحلقة السلام عليكم. تقاطع جديد، شارع كبير تخفف الزحمة وهكذا. تملون صح؟ انا مليت شوي والله، مو بنتو انا شوي مليت. انزين خلا اوصل الشوارع مرة ثانية، رديت على نفس الموضوع انا اوصل الشارع. انزين يا اصدقائي الصدوقين الطيبين الحبوبين، اللي بيحصل اليوم عندنا مدينة جديدة هي مدينة الام. انا خلي اسوي المدينة حق نفسي، شو رايكم؟ كيف انا اتابع متابعيني؟ انا طالعهم واتأكد ان امورهم في دولة المتابعين تمام، وما عندي مدينة ام اتابعهم منها. ما يصير هيك، ما يصير، مو منطق. لتعيني الانسان يتحدث بالمنطق، وانا ما تحدثت بالمنطق يوم اني سويت هيك. ما في منطق هيك شغل، فلازم نسوي منطق كبير. الحين ابى اسوي تقاطع ثاني، بس ما ابى هذا التقاطع الخرندعي، لا ابى اسوي جزيره صغيره هني بس في الوسط. التقاطع مره يمر مش في الوسط 100%، لا ابا الشارع ينزل من البداية، لا البداية بيكون هنا نهاية الخريطة. فلازم نسوي هني دام انه ممرات مائية، هاي جزيرة سياحية ولازم يمر فيها شارع عام. ليش بعيدة؟ ما لو تعرفون بعد شوي. وهني بتكون الجزيرة الام. هذا معناه ما ينفع ذاك مكان هناك، ولا ينفع؟ ولا نسوي له مكان غصب؟ شو رايكم؟ زين هذا قابل للتغيير، كله قابل للتغيير. انزين ابى اوصل الشارع العام في الوسط دايركت، وبعدين شو اسوي؟ مش دايركت يعني اوصله في الوسط يعني، ويطلع جسر من هناك. ليش؟ انا الحين اللي محتاجنه حق مدينتي انا طبعا لازم شغل وسطات شوي. انزين انه يكون له شارع بيع الكرنيش. كيف اقسم الشوارع الحين؟ خلوني افكر. نقسمه بدوار كبير، دوار مشكلة بيجمع زحمة. شوف بحطي دوار، إذا ما عجبني وضع الدوار هني بسوي جسر واحد رايح راجع. أصلا في كل الأحوال أنا بحتاج أكثر من جسر حق المنطقة هاي، أكثر من شارع عام، لأن الناس اللي بتدخل المنطقة لا 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 لا, لا ما ينفع ما ينفع. بالنا نسويه بالطريقة هاي. شوفوا شارع أساسي، شوفوا كيف بيستوي، بيمر لين هني. تحسون تقاطعات وايد صح؟ بس أنا أبى أحول هالتقاطعات لشيء جميل. ليش؟ لأن أنا عايبيني هالتقاطع، أنا وايد عايبني شكله، وايد وايد وايد. أنا كشكل أنا استاتيك حس التقاطع فظيع. نزيل هالتقاطع بيه هني، وبينا جسر لين هني. هذا الجسر بيكون إلى دوار، دوار شبه مركزي للمدينة. زين وعندنا بيكون في جسر هني. شوفوا هذا كل الجسور ترى راح يستفيد منهم مشاريع مستقبلية على فكرة، لأن كل التوسعات المستقبلية اللي راح تستوي أوصل أصلا معظمها على أساس مجموعة جسور. خلنا نسوي بالطريقة هاي، حط الجسر ما بيطلع ولا أبغى يكون حركتهم سلسة قدر الإمكان. نزيل واللي بنسوي بنمد شارع العام بالطريقة هاي كالعادة، يعني هذا ستاندر. بس لازم ايوه بيت
ويرت. شوفوا كل حد بيطلع مستفيد مهني. انزين انت 9 ارتفاعك كفاية بالزيادة، بس مش هذا. هذا لحظة 9 ما يمشي. زين 12 ليش يا حبيبي؟ ليش معنا 9 يمشي؟ هاي يمشي 9. لا مش هذا، هذا يتوصل في زاوية المدينة بشكل أساسي، اللي هي الزاوية وين بتكون؟ شوفوا، لأن أنا كنت أتوقع أنه بيستوي سيدة. أيوة استوى سيدة. لا أوكي استوى ممتاز. حتى من الممكن أني أرفع من الوسط. صبر أنا بريكم، بس خلنا نوصل هذا. محتاج المدينة تكون شغالة حاليا. أنا محتاج المدينة تكون شغالة. بس خلونا نرتب. زين هذا الشارع، في هذا الشارع اوكي، الشارع في هذا، وهذا راح يكون عبارة عن، اذا ما في دوار معناه ما في مكان ينزلون منه. لحظة هني الشارع غلط بيرت. اوكي زين ليش الحين استوى يستوي عند توزيع زحمة خرافي شوي، لان الزحمة ما بها تدخل، متعودين نحن عليها. الزحمة وين؟ زين خلنا نخلي مكان فاضي شوي. اوكي هاي اساسات يمكن. لا مكان مش اوكي. لا ويت، كم كان تعبان جدا. الحين اوكي مقبول اكثر. شارع بيينة هني. اي دواوير مستقبلية من الشارع العام مقبولة، بس ابغى اسوي دواوير تحت الشارع. ويت خلنا نكنسل هذا اول شيء. زين هالشارعين بيكونون موصولين يا اصدقائي. واحد هني. شوفوا الحين هاي الحلقة شوي بتطول. 8-9 خلنا نحطي هذا. زين بس خلنا نسوي له ابجريد. ويت النقطة هنا ابجريد، ننزل الشارع من نيدين تحت بالطريقة هاي، يوصل الشارع العام دايركت الى هني. شو بيستوي هذا؟ بيهم سيدة. وبنحطي 1-2 مع شوية تعديلات في الموضوع. اوكي طبعا نمنع اليوتيرن وهالسوالف بعدين، مو مشكلة، ما عندنا مشكلة حاليا. بس ان حاليا المشكلة شو؟ نبي نوصل المدن ببعض طريقة شوي ممكن ان نستفيد فيها من الشوارع العام والوساط، لنا عندنا مساحات هنا بيطلع فيها مدن نبي نوصلها، عندنا مدن هنا بتطلع نبي نوصلها، عندنا وايد امور تبي تطلع نبي نوصلها. زين خلينا نسوي لنا جسر، مش ضخم ابو الضخم. اوكي اللي هو ارتفاع قلنا 24، اعطي جسر خفيفي 24 لان هني خفيف خفيف. ننزل الجسر الى هذا المكان بطريقة حلوة. اذا نقدر نحط نضيف دوار هني في المستقبل بيكون بعد وايد احلى. بنضيف بنضيف دوار. اوكي وهايل اتصور ابجريد خفيف بيكون مو بحلو ابدا. لازم نشيلهم. لحظة خلنا نشيل هذا من هني الى هني، نشيلهم من بعض. استوى عندنا جسر، جسر وايد حلو وايد فنان. 24 من هني لين، والله يبانا جسر طويل. لا مش بطول هذا. لحظة جسر
زين جسر لين هني، وأظني عكستهم. أنا لحظة باب تاب با 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 با. أعرف الناس الحين في الكومنت بتحتشر حقاك الأشوارع الأشوارع. زين أوكي إن شاء الله الحين بنبدأ مدينة الخليلية. لازم مدينة خليلية الصراحة، يعني صراحة صراحة يعني أسوي للناس مدن وما أسوي للمدينة عيب يعني الصراحة ما يصير. أوه حبيبي يا حبيبي، مزيد والحين بنسوي لنا ليش لحظة ليش ويت اوكي 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 ممتاز. الاثنين نفسهم يميلون الى الشفافيه الشفافيه الى هذا الشارع اللي هي يكون مركز المدينه طبعا بما انها مدينتي. هي شوارع اول شيء حشيش، شوفوا هني الدلع يبدا ولا اسوي ترام ترام وسياكل، شو رايكم؟ باركينج ترام باركينج ويت هذا باص وين مال سياكل. أنا حيت كان عندي شارع كبير شارع كبير. لحظة خلينا نشوف شو الشوارع اللي عندنا. هذا أول شارع فيه ترام فيها، وعندنا هذا بايسكل في سياكل. يبالي انزل شوارع جديدة الصراحة. هذا اوكي 1 بلس 4 لين 4 لين ما ينفع. هذا اوكي وايد اوكي هاز 4 ترام تراكس الى 4 ستوبس تو بي بليس ان بارالل اللي قام البيت هاز 2 كار لينز باي باد ما اعرف منو هذا شو فيه. هذا فول ترام اذا بسوي الترا ترام سيتي اوكي بس خلنا نشوف نحطي ويت اللي هو مش هذا ويت ولا هذا وين الشارع ماله هذا مونوريل. اوكي بنحط مونوريل عندي في المدينة مالي كامل، بنسوي سيستم مونوريل. قررت مونوريل بس مشكلته ما في شوارع ضخمة، بس المدينة هاي اصلا مكبرها راح تكون مشروع شو ضخم. انا ما اعرف المونوريل هل هو فكرة صدق ناجحة ولا غير ناجحة. زين هاي الجزء الاول من مدينتي اباها مدينة وايد فيها مساحة في المركز اللي هي هني. اوكي شوفوا ابا مدينة شوي مركزية تكون مستند على المركز هني. طبعا مدلها شوارع غير مش المونوريل، لان الحين نحن عندنا هذا مونوريل فيه لانه اوكي حلوة نوعا ما جميلة. بنقص تقاطعات شوية، ابا اضيف المونوريل الصناعية راح تمتد من هني لين لحظة خلي يكون عندنا دوار. مشكلة ما في ون واي مونوريل ترى. اوكي عادي مشكلة، الخطين بيكملون سيدة لاخر المدينة في دوار بيكون. هالدوار
أو لحظة حاطين لنا دوار زين صغير وينه هذا هو وهذا هني النيبة الشارع العام يتوزع أوكي يروح عدة اتجاهات الروم غير اتجاهات عقب ما عليكم أوكي خلي يروح مجموعة اتجاهات الشارع العام أول شي خلنا نسوي الأبجريد زين بخلي الشارع العام يطوف من فوقه أنا بخبركم شو بسوي الحين بالضبط راح تعرفون شو راح أسوي هالشارعين راح أغيرهم ألغيهم نوعا ما صبر ويك وين ايوه هذا اللي راح يكون يمر من هني لين هني فهذا لازم اسويه انا حطيت الشارع غلط من الصبح لحظة اوكي ويت جبت العيد يا خليل جبت العيد الحين ما في كل امداداتكم مره من عندي لا تحاولون سويت انا حسيب رقيب عليكم هنا في المدن شو بسوي يا حبيبي بنية تحتية مال رجال هاي بسويها هني مدينة طبعا كل المدن راح اطورها يعني ما في مدينة انا ما راح اطورها اقولكم لكن بما اني انا هني اخلي الجسر يطوف من فوقه واشبك هاي السيدة ولا اخلي المونوريل من فوق الجسر ها سؤال محيرني لان ابى اسوي جسر لا بسوي اللي يبى ينزل لان الحين نحن شو بيكون عندنا بيكون عندنا هني هذا الحين بشله اوكي الشارع العام وين راح يروح بالطريقة شو هاي هني حلو وهذا راح يروح وين؟ أول المدينة بتحسون أنتوا شوي مش صح بس شو الزين في الموضوع أنه نحن نكون بالطريقة هاي تقريبا أمننا نفسنا تقريبا ليش؟ لأن هني بيدخل شارع ضخم بعد هذه صناعتي بتكون في موارد هني أحيد صح؟ في موارد هني هاي صناعيتي كامل هني كامل صناعية بتكون تشوفون هاي المنطقة صناعية خلينا نحط شوي شغلات نشغل المدينة بس بما ان الشوارع العامة موصولة صح خلينا نوصل شوي لحظة في مونوريل صغيرون اوكي خلينا نشوف روما مبني حول هذا ايه وايد حلو المدينة كلها مونوريل يعني مواصلات مفروض فول وبحط فيها قوانين الشاحنات صبر لان انا ليش مسوي كل هاي خبصة وحوصة ودنيا اساس اني ما ادخل الشاحنات نفس المكان اللي ادخل فيه شو وايد قطعات اكثر من اللازم بعدلهم عقب مالي هاي بعدين اللي بعدلهم عقب هاللي في حياته ما تعدلت لا هني ما وصلت بعدين تعال انت هني ليش مش موصل مونوريل بذاك الصوب شو السالفة ويت ليش مش متوصل في ديسكونكت وايد المونوريل التقاطعات مش اوكي اوكي هذا شيء جديد بنستكشف كيف نعدله بعدين مو مشكله هذا هو التول مالي شو لو تلاحظون ما في عندي شوارع صغيره مدينه بهالضخامه اتصور ان من العدل يعني اني احط له يعني اوكي كل المدن ضخمة بس انا اتصور ان انا يعني بس استغل اني كوني خليل يعني
هاي وايد تقاطعات في المية. إذا في بنقصهم عقب مو مشكلة، مش قضية الخرنا العشرين. إذا في وايد بس أبا وايد أشكال، وايد عشوائية أبا في المدينة، وايد وأبا وايد فراغات، أبا فراغات خرافية. زين الحين في يقدر المونوريلي من هني يروح مكان ثاني، بس ما أعرف كيف الصراحة، ما أعرف في شيء غلط هني. لحظة شوفوا الحلقة هاي ضخمة يعني، مش طبيعية الحلقة راح تكون. انزين مدينة اساسها عماير حديقة، يعني اول شي خلنا نسوي زون مالنا. مرحبا فيكم في مدينة خليل. طبعا البحر، البحر كله بيوت يا حبيبي. صبركم انتو، صبر صبر صبر، بشوفون بشوفون. خليل مونو بولس حبيبي، صبر صبر، دلع عمري انا. صبر مونوبولس اي وين ولا مونوبولك تستوي. انزين انزين، لازم اول شيء هنا في الوسط انا ابغى عمارة عودة. لحظة وين المونوريل مالي اول شيء قبل لا اتفلسف؟ لحظة لحظة، هذا شوف مونو ستيشن وذ رود، وهذا ستيشن مونوريل وذ بس هب. انزين اللي هم هاي راح يكونون في الوسط اماكن الباصات، مونوريل ترين هب. عجيب، بيب قطار، يوم بيب قطار. زين معناه لازم ندمر منطقة هنا بالشارع. زين ونجيب مونوريل، مونوريل وذ بس هب صح. نجيب نحطي وين؟ هني. والبنية التحتية اللي احاول اني اسويها هني حاليا يمكن ما حاول تسويها، يمكن انا عارف هالشيء، وهو على حسب ميلان الشارع اظن قاعد يلحمهم ولا ما قاعد يلحمهم. يعني هذا لو الغيه خلنا نستكشف اذا نظريتي صحيحة ولا لا. نزل ونبند هذا التول هذا ونسوي بالطريقة هاي، راح يتوصل. شوفوا ونسوي بالطريقة هاي. لحظة زين خلنا ناخذ التول هذا. لحظة ويت، هي شفتوا كيف؟ مو مشكلة عادي، بنعدل الوصلات هاي كلها اللي تشوفون هاي بنعدلها كلها، لان هاي مش يعني قضية كبرى. يعني نسوي بالطريقة هاي، نجيب هذا هني خلاص توصل، مش قضية عادي. عندنا فراغ، عندنا هذا مثلا مش مشكلة، نجيب هذا هني بالطريقة هاي نشيلهم. ما يوصل هني الخايس، ما يوصل هني. زين اوكي عادي، نشل التقاطع هذا نشوف، خلنا نشوف اذا كان بالطريقة هاي يتوصل. لا اصلا هني لان عندنا تقاطع ثالث اظني ما قاعد يوصله. زين نسوي هني الطريقة هاي نقدر نسوي، بس لا اوبر خلاص ما لا داعي. زين طبعا الكهرباء، نحن لعباتنا الكهرباء، عندنا كهرباء لين يوم الكهرباء، بس حاليا مؤقتا بجيب لهم خط كهرباء من هاي المدينة. هذا خط كهرباء مؤقت يعني مش خط دايم، فقابل للتغيير حتى تشوفوا نص المدينة بخطفها. زين ابى الناس تعيش بشكل شوية مركزي، يعني المدينة نفسها بتكون عماير لكن التجارية في الخارج اللي هني، والناس في المركز أباهم. يعني حاليا أبى الناس تتمركز في نص المدينة وتينا بالطريقة هاي لين المونوريل ستيشن. هذا شوي مشوارنا طويل ترى، هني مشوارنا طويل يمكن ياخذ اكثر من حلقة. زين وفي ترى شغلنا وايد، يعني احس هاي السلسلة بتسوي شكلها بتستوي 100 حلقة الصراحة. زين شوية ماي مشكلة بعدين بغطي، هاي شوية ماي اخرهم مو ترى. عندنا ماي، عندنا مدينة محمد جمال،
لحظة خلنا نعدل هاي، نعدل هاي وهاي. اوكي، مدينة محمد جمال ترى الخدمات ما تقصر، هي المدينة اللي تمدنا في كل شيء حاليا. انزين، وخلنا ما وصل كهرباء هنا اشوف. اوكي، كهرباء هني مقطوع. ويت ويت ويت، نجيب واحد قبل يا حبيبي عليك. يعني انا شليته عساس ارجع احطيه في نفس المكان التعبان. انزين، الحين قلنا نبغى عمارة. انا نسيت شو اكبر عمارة عندي. والله كان عندي برج خليفة، والمد ما البرج خليفة ما ادري ايش اياه شفر، يعني قمت ما اقدر احطيه. يا حبيبي هذا شو على البحر يباله؟ يوهو، تمثال الحرية، هذا تمثال الحرية يا حبيبي، يا حبيبي عليك. اوكي، هذا مكان حق محلات وممشى. خلنا نشوف هني والجسر اذا بيخطف ياخذيني. جسر جسر لين هني بينزل في الوسط، بحطي له ما يدري، بحطي له جسر هني. هذا معناه انه لازم يكون بالطريقة هاي اساسا. نحطي مواني، والمواني ترتاح نفسيا. انزين، طبعا بيكون عندنا خط ثاني نحن، هذا اللي هو خط بنسوي محلات، بنسوي فلل، بنسوي. يا حبيبي تعال انت اصطلب، خليك ريال، غاد ريال، وانزل على الارض مثل ما المفروض تنزل. هاي 12 راح اعطيها سبجيه. انزين انزين، نسوي هني، نسوي هني، باقي كلش ترى بيمر بشوارع صغيرة اخر شيء. يعني انزين، هني شارع، هني شارع من الكورنيش دايركت، وهني شارع دايركت، في شارع على البحر. ليش تقول في نتس بعد فوق؟ لا، على الارض. والشارع من الشارع العام خلهم يتقسمون، خلهم يتقسمون الشارع العام مو مشكلة. انزين، في خطوط بنلغيها، بنحولها شوارع اساسية مثلا هني، لان مونوريل هنا ما بيكون اصلا اكتف. انزين، وبنحاول نلف المونوريل من اتجاه ثاني. انا ما علي، اللي يبى مونوريل ما بيكون مهني، بيكون لازم طريق ثاني يكون عنده، عرفتوا؟ بس مش مشكلة، بحل الموضوع هذا انا، لان لازم في نهاية اليوم انا شو اسوي؟ اسوي مونوريل يلف يدور. لحظة، انزين، مونوريل ما ينفع معاه هالنوع من الشوارع صح؟ التكتات التكتات، ليش ما عندهم ماي؟ ماي المفروض يكون موصول، ماي لازم يكون موجود. لحظة، خلنا نعطيه مكان ثاني ماي، اظن مسبب القاع يمكن. الحين قاعد يوصلهم ما يشوفوا. اوكي، بي كهرباء ما عليك، كهرباء يتنك. انزين، تمثال الحرية مالنا وين صار؟ تعال الشارع بسيدين مالك وينه؟ ابو حشيش وين صار يا ابو حشيش؟ تعال، ما بسوي مونوريل تحت، مونوريل بس للمدينة. مونوريل مش هدفه يحل مشاكل الناس الموجودة، مش هدفه يخلق مشاكل جديدة. انزين، طبعا هنا كلها راح يكون بيوت عادية، وهذا بسويها بيوت نموذجية على الاغلب. فلا تحاتون وايد، بنسوي ويل دو سمثينج اباوت ات، يعني اسوي شيء ترتيب سوي. ما عليكم، ترتيب 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 هني. انا اخي قدر الامكان على مناطق البيوت في الوسط، ما راح نحط بيوت على الاغلب. زين، على امل يعني، اللي حطيته كله على امل تقديري يعني. انزين، وصل لهم كهرباء كلهم؟ كلهم عندهم كهرباء. انا بمونوريل ستيشن الحين. وين المونوريل هذا؟ قدامي بعد، ادور عليه.
ترين هب. اوكي هذا 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 مع الشارع ماله في نص الشارع، بس انا الحين ابى اوصل هب واحد. كلهم مزعجين ترى على فكرة بشكل خرافي. زين ندخل، ابى ادخل على الشارع دايركت. زين اشوف انا كونكت تول، اذا شيء كونكت تول بيكون وايد حلو، وايد حلو بيكون very nice. الحين شو بسوي؟ بس ابغى ادف هذا حبه داخل على الشارع. اوكي انه يكون لازق في الشارع مره جزء من الشارع. زين هذا جدا ممتاز، هذا اوريدي لازق، بس هني يبالنا شوي. ايوه اذا يستوي اللي بالي بالكم، لانه مثلا هني غير متوصل. شو اسوي؟ اذا اقدر اني اجيب هذا هني. ايوه المفروض انه يستوي نظريا، نظريا المفروض اني اقدر اوصلهم في شو، في بعض. يعني مثلا هذا المفروض اني اقدر اوصل في هذا، فهذا اذا اسوي له باي باس بالطريقة هاي ما يحتاج المنطقة شو الاخيرة. اوكي وهذا اروم اسويه بالطريقة هاي، بس المشكلة يكسرون البيوت. بس الزين في الموضوع اني انا الحين اروم اسوي مسار حق هذا هني، اسوي مسار حق هذا وين هني. هل هذا اروم اكسره بروحه؟ لا، بس سويت في النهاية شو مسار، اروم اطلع منهم مسار ثالث. واروم ابني تحتهم بيوت؟ لا نفس الشيء، بس اني اروم اعدل المشكلة، واللي هو شيء جدا ممتاز انه اذا عندي شيء مفصول الحين عارف اني اقدر ازيده. خلينا نحطي على طول حق مدينتي. اول شيء سيتي بلازا، هذا مال البحر، هذا مبنى. لا خلنا نشوف وين صار. هذا ديفلوبمنت ستوديو، ما نبى نبى المبنى اوريدي حطيناه. نبى هذا زين نوعا ما. زين خلنا نسوي شوارع داخلية، شوارع من غير مونوريل. اوكي هذه مركز المدينة مالي انا. الحين بدينا التقسيم على اساس نحطي زين نحطي هاي، بتكون موصولة كل مكان، بتسوي مش زحمة ابو زحمة. اذا حاب بدمر شوي شوارع، صبر ما عليكم، بعد بمشي الامور. خلنا نمشي الامور هذا. ها شو مرسي هوسبيتال، مستشفى، مستشفى مركزي في نص المدينة، ممتاز. مش ممتاز، اكثر من ممتاز. هذا الشغلات اللي نباها. انزين عندنا اخر ليفل اللي هو جريبز اوبزرفري، ها بعدين مشيني برتب المكان ترتيب حلو. واو هذا فنان، حطيه في المدينة والله، حقة فخمة قوي يعني. هاي شو يسوي اصلا؟ زين استرودروم ذا فيرست مالتي بيربز ستوديوم فيزيترز كاباسيتي الى اخره. بنحط لنا استوديو هني، بنسوي على اساسه حوله شو مشاريع. هذا طبعا يبقى كهرباء. اوه وصل له كهرباء، نايس. زين قاعد في مكان صعب هذا. شوفوا عندنا استوديوم، خلينا نشوف من فوق السماء. شكل المدينة هاي راح يكون غير عن باقي المدن. زين صبر، انا حطيت الحين المونوريل. اوكي بس يباله، اوكي يباله ستيشنز. اوكي انا خلال يعني ولا في المدينة هاي نفسها، لانه بيكون عندي انا دوار ابغى احطيه يمدني الى الطرف الاخر. لحظة هني هني اللي نحتاج عقب نشله عادي مو مشكلة، بس خل هذا يشتغل لأن هذا بيطلع لنا القطارات. زين
خلنا نحط نمورو ريل ستيشن ثاني اللي ما ابغى اضيع. زين هذا بيشلنا مونوريل بس هب. والله شوفوا هذا مونوريل بس هب هو انا احس انه افضل شيء، انا احس انه افضل شيء بالنسبة لي. ليش؟ لان الناس بتقدر تمشي له، بتي مثلا للمونوريل هذا اوكي وبتطلع منه، وفي نفس الوقت فيه باص. حتى هني في نص الحديقة بنحط 4 توتل، شوفوا 4 توتل. تعال فكر ها كله قاعد اجرب هنا على مدينته، اللي ينجح راح اطبقه في باقي المدن بعدين. هو خذوا مدينتي كلكم ان شاء الله، كل المدن ان شاء الله، كل المدن ان شاء الله يلحقها مونوريل وكل شيء. بس يبالي اللي هن هايل، مش سوري اللي هن هايل بروحه. شوفوا لانه هايل على الكورنيش بيكون، ومنو بيوصل لهنا على الكورنيش؟ ما حد صح؟ فنبى حد ينزل على الكورنيش هنا، هني هنا في مش هالمونوريل ستيشن اللي بينا. انزين هني ينزل يتوقع محلات تجارية وكل شيء عند المونوريل. زين شوفوا حتى يكون كمية طيبة منهم، يعني أبى الناس من نص المدينة تروح للمكان هذا. طبعا بينقسم ماي، بينقسم كهرباء، كل شيء ناقص الحين. الحين كل شيء بيكون ناقص، مو مشكلة عادي، لأن هذا كله راح يكون شو أقولتهم أوكيبايد، ولا محتلينه، ولا بيكون في شيء إنه في خدمات، لأن الخدمات لحظة. اوكي هذا ماي، كهرباء بنوصله مو مشكلة عادي. بس الحين خلينا نحطه في الوسط. اول شيء نبى فاير انجن كاباسيتي 30، هذا كم؟ 25. عمارة حق مطافي، اوكي عمارة حق مطافي. مدينتي بدون عمارة مطافي عيب والله، ما يصير. اوكي هني زين، الكهرباء اظني مخربة علينا الحين. بالضبط الحين ما نحتاج الكيبلات، اظني ما نحتاجها. خلنا نشل الكيبلات مال الكهرباء. اوكي عندنا سيارات مطافية الحين، نبى مال الشرطة. شوفوا كل شيء، بس ما اظني عندي عمارة شرطة. نزلت لهم عمارة؟ ما اظني نزلت لهم عمارة، لا ما نزلت لهم عمارة الشرطة. بس اظني عندي هاي، اي هاي عندي، اللي هي هاي راح تكون عند الحديقة. زينة عند الحديقة، بتغطي المدينة كامل. مركز شرطة ترى على فكرة. الحين نبى اللي هي انتليجنس ايجنسي، الاستخبارات. اكيد مدينتي يعني لازم فيها استخبارات. يوني متابعين من مدنهم متسللين عندي. ازخم بيون عندي، قال يشوف، قال شو قال بيون عندي، قال والله زخم. زين عن المصاخة اساس اني ما يسوون علي شكوى. ما بقى وحدة استجابة الطواري، نبقى اريال في الوسط طبعا في سنتر المدينة. الاريال جنب المطافي بيكون مشروع ناجح، يعني المطافي يكون عنده مركز. هذا يتحمل شكله اريال، ما اعرف ليش بس شكله مال ارايل اصلا، شكله سيكل جديد. من زين نبقى اريال في الوسط، لما نبقى الحين نزيل. بالنسبة لمدينتي بعد يبالها فاير ووش تور. عندي انا كل هذا على الكرنيش، لازم فاير ووش تورز. خلنا نشوف، لازم فاير ووش تورز مدينتي هاي. الحين بدلكم في مدينتي اظن not enough money. نزيل وايد 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 بنينا في الحلقة، وايد 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 بنينا. أبى رأيكم تحت في أساسات المدينة، في شكل المدينة، في فكرة المدينة. شو رأيكم في الموضوع؟ هل هذا مشروع ناجح أم فاشل أم إلى آخره؟
فاكتبوا كومنتاتكم تحت، وان شاء الله انتم شو نسوي في الحلقه هاي، في الحلقه القادمه سوري بناء على كومنتاتكم. طبعا كهرباء لا تحاتم كهرباء، اعرف مشكله انا مضيق بها. انا ترى شو بسوي الحين يوم بسكر الحلقه، بس قبل لا اسكر الحلقه خلنا اخبركم، فها كله بينشله زين. انا يوم بسكر الحلقه على اساس اللي بسوي شو هذه اللي هي بيع المونوريل هني، ابغى اسوي اللي هي هذا اللي هي بدون شارع، عرفتون؟ سويتهن خلاص، اوني بسويهن عقب هنا، بسويهن هني بالطريقة هاي. كنت افكر يعني مرة واحدة من الشغلات اللي تكون قدامكم اساس انكم تشوفونها قبل لا نسكر، يمكن عندكم مداخلات عليها. ترى دائما مداخلاتكم تساعد السلسلة على فكرة، انا وايد تعديلات اسويها من وراء التعليقات الكومنتات اللي تكتبونه، اقرا كل شيء، احاول امشي عليه كل شيء ممكن اقراه، وانا ما اسحب على حد ترى. اوكي وصلنا، كان يبالي وصله بس كان يبالي وصله فقط وصله، الموضوع كله ما في وصله. بعدنا نتعلم على المونوريل ترى. الحين اذا اسوي لكم مثلا انا لاين مونوريل هني، احنا نبغى اللي يطلع مهني يقدر يمر على هاي كلهم زين، ويرجع هني هذا خط زين، وبنرجع في خط لازم يمر على كل خيبة. لحظة لحظة ويت اذا اسويه، لان اشوف هي من ذاك لهذا ايه، بيرجع نفس الدرب كامل من اول وجديد. انا كانت الخطة شوي غير عندي، بس مش مشكلة. ليش؟ لان الحين بسوي بعد خط ثاني يمر في هاي الثلاثة ويرجع هني، يرجع الستيشن، ونسوي خط يمر على، بس من وين بيمر عليهم سؤال؟ ايه لا بيمر عليهم الدرب الطويل اجين. فنحن شنو بنسوي؟ نبني بمونوريل، بروح على مونوريل بس من غير اي شيء ثاني، موصله في منو؟ في فوق هالشارع نبنيبه من فوق هالشارع. لحظه خلنا نرفع شوي زين، يبقى وصل هني، وصل الحبيب هذا بعد مكان ثاني، يعني انه يقدر يلف صوبين، عرفتوا؟ والنيب الحبيب هذا من هني لين بعد، صار نفس الدرب صح؟ من هني لين، لا اوكي هني، ويرجع نفس المكان هذا اصلا كان عنده مكان قريب. فشو بنسوي؟ واحد اثنين، هذا خط جديد اوكي. وايد خصوصا عندنا مونوريل حاليا. انزين قبل اسكر الحلقة عنكم، بس براويكم حدود الصناعية، لان الصناعية راح تكون شيء ضخم. انزين الصناعية راح تكون هني بالطريقة هاي ان شاء الله، لداخل كله هني صناعية. اتصور ان يمكن احول الشوارع تراني مونوريل، يعني اسويهم مونوريل، ما اعرف افكر الحين حسب كيف، لانه بيكون في كذا ممر مدخل الصناعية من تحت جسور. وكذا مخرج، يعني مش مخرج واحد، ترى ممكن نسوي وايد مخارج صغيرة، براويكم مثل الحلقة الجاية ان شاء الله. بنشوفكم في بس خلنا مؤقتا احطي لهم هذا مؤقتا، احطي لهم شيء مؤقت، احط لهم شيء مؤقت اساس ينظف المكان، بس اساس ما توهق فيه للحلقه الجايه، لان يمكن ارتب شوي شوارع. فخلونا نشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه على خير باذن الله.
اي كانت مدينة الام مدينة خليل معكم، ونشوفكم اللايكات والفولو والسبسكرايب باذن الله على المدينة هاي، لا تنسون. السلام عليكم ورحمة الله.